ما فيك تتخيل شو احساس البوديوم، لانه بنكون صلنا شهور عم نتمرن وتعب وستريس وسواقه وبتوصلي اخر شيء بتفوتي بتطلعي على البوديوم توقفي على السياره وبتفتحي الشامبان. ما في شيء انبسطني قدها قد الربح يعني، لانه كانت صعبه. يعني اول شغله بيسالوك اياها برا انه اذا واحد مثل مرتك بعد حدك، لانه بتصور في كتير ناس بس يصير معهم هيك حوادث ما بيكملوا معهم النسوان. ضلت معي 4 أشهر تنام بالمستشفى وبالسنتر كنت عم بتعالج فيه، ولا وبعدها لهلا يعني لا هلا نحن انا عندي روني عمره 27 سنه خلص علمه عمل ماسترز وهيك وهلا عم بيساعدني بالشغل، وعندي جيسيكا وقتها خلقت صار في بروبلم بالولاده سو انضربوا خلايا الدماغ عندها وعملوا لها شلل دماغي كبير. من وقتها ما انا صرت على الكرسي مثلا بكونوا قاعدين بحس انا برطوبه، نحن لانه على اللي بكون قاعد غير اللي عم بيتحرك، مثلا بحس بإجري مسقعين وهيك دغري بقول لهم انه غطوا لها إجري او شيء هيك. يعني في كتير قصص انا مثلا صرت اعرف مثلا وقتها بتتضايق بالقعده الطويله على الكرسي بتصير تنق مثلا دغري بقول لها لا شيليها. يعني صرت عم عايش زيت سيتويشن تبعها وبحكي اللي هي يمكن بتحسه انا بحسه. انا عندي عائله وعندي مسؤوليات، اذا بدي بوم وعدنق اصحابي بيجوا اول مره لعندي بيجوا تاني مره لعندي اخر شيء بيصير يقول لك شو بدنا نطلع نعمل عند الروكوز، ما هذا الزلمه كل همهمونا بكفونا، بصير قاعد واحد لحاله. بقى انا من وقت ما كنت بالمستشفى والشباب كتير ساعدوني اصحابي، انا عائلتي اكيد مرتي ووقفت حدي وشابو يعني اصحابي، وبعدنا بنقعد زيت القعدات على ضحك و منروح على مطاعم وعادي والحياة بتكمل. قررت انه وسام روكوز يلي كان بعشرة اب 2014 نهار اللي صار الحادث مات خلص هذا الزلمة، لانه اذا بدك تضلك تفكري انه كيف وليش وليه هذا بيمشي وانا ما بمشي وليه هيدا ما بتطلعي منه، ما فينا نغير شيء. يعني لأنه إذا لو فيك ترجعي الوقت ثانية كانت غير تاريخ الإنسانية كله، وكانت عندي فوبي أنه صير أنفاليد وصار، بس بعدنا عم بضحك.